من زمان يا جماعة ما سوينا وصفة حلا، راح أسوي اليوم معاكم الهريسة وراح أستخدم فيها خبازة هوم إليك من قصر الأواني، الخبازة الحمراء المطورة اللي تقدرين تشغلينها فوق أو تحت، ويجي معاها ثلاث مرفقات. راح أستخدم اليوم المرفق العميق اللي هو مناسب حق الهريسة، الهريسة أخت البسبوسة. تعالوا نشوف مقادير هريستنا. عندي سميد، عندي فضل استخدام الخشن أو الوسط، عندي عسل، بيكنج باودر، سكر وحليب وسمنة ذايبة. أول شيء يا بنات جميع المقادير راح نحطها في الوعاء حق العجن. الحلو فيها أنك تعجنين كل شيء بيدك. السمنة، الحليب، البيكنج باودر، والعسل أو الشيرة، كل هذه المكونات يا جماعة راح نخلطها مع بعض إلى أن تتجانس، ونشوف الحين القوام حقها كيف راح يكون. يكون قوام بتشوفونه الحين، لا هو ثقيل ولا خفيف. حسيتيه ثقيل شوي راح نزيدها نتفة حليب. كل ما عجنتي ما زدتها ولا شيء، نفس المقادير المكتوبة لكم. كل ما عجنتي راح تسنين أكثر وتتشرب الأشياء هذه أكثر. طيب تقريبا هذا القوام اللي حنا نبيه، لا هو خفيف ولا ثقيل. هنا يا جماعة راح ندهن الوعاء هذا بالسمنة، راح نضيف الهريسة حقتنا ونحاول نحنا نواسيها ونضبطها. راح نضبطها بهذا الشكل وراح اتركها ربع ساعة شوي، بعدين برجع لها واقول لكم ايش راح اسوي. خلنا اكملها بس. راح احط عليها لوز بهذا الشكل، وازينها كلها. راح اغطي عليها يا جماعة واتركها تقريبا 10 دقائق، وبعدين راح نشغلها. من هنا يا جماعة اخترت رقم 3، ومن هنا راح اخليها على الاسفل وبعدين بحمرها من الاعلى. تعالوا نشيك على هريستنا. ما شاء الله تبارك الله، هذه الهريسة شغلناها من تحت بعدين شغلتها من فوق. الان راح نسقيها بالقطر او بالشيرة وهي حارة والشيرة تكون باردة، وبخليها بغطيها تقريبا لين تبرد تماما، ما تقطعينها وهي حارة. لما شغلت عليها من فوق كنت ادورها من فترة للثانية. الان راح احط عليها الشيرة وكثري شيرة لان حالاتها حلوة.